الحقيقة معرض البصرة للكتاب أولا وفق الاعتبار العام يعتبر معرضا دوليا لحضور أكثر من 250 دار نشر أغلبها دور عربية ودور عالمية. المعروف عن معرض الكتاب إنها تؤدي واجبا ثقافيا أكثر مما تؤدي في عملية التسويق والبيع، لذلك نشهد اليوم أن العملية الثقافية أثناء حضور هذا المعرض تبدو واضحة جدا، خصوصا وأن هناك ندوات ولقاءات ونشاطات فنية متنوعة. لذلك فإن النشاط الثقافي في البصرة تحولا بسيطا لكنه مهم جدا، لأنه انتفض من جديد أو أحيي من جديد بعد فترة من المواد طويلة، وهذا يحسب للمعرض أكثر مما يحسب لأي شيء آخر. والله مشاركة آسيا سيل، آسيا سيل دائما تشارك بالأعمال الثقافية المهمة خصوصا في البصرة، باعتبار أنا المطلع على تفاصيل كثيرة في البصرة. عانت آسيا سيل بمجمل النشاطات الثقافية، مثلا أقمنا غاليري للجمعية التشكيليين العراقيين في البصرة، وغاليري ناجح لحد الآن موجود وإحنا برعايته بشكل دائم فيما إذا احتاجوا أي متطلب جديد. إضافة لهذا شاركنا بعمليات متنوعة لها علاقة بالثقافة، مثلا أنتجنا متحف للأهوار في منطقة الشبايش، وعمليات متنوعة ونشاطات متنوعة كلها تصب في المجال الثقافي والأدبي. طباعة الكتاب أنتجنا 192 عنوان لأدباء البصرة. أما بالنسبة لمعارض الكتاب، معرض الكتاب هذا ليس الأول الذي ترعاه آسيا سيل، فقد رعت معارض الكتاب في أربيل وفي بغداد لأكثر من مرة، لكن في البصرة هذه المرة الأولى، نتمنى أن يتكرر وهذه أمنية يعني.